السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسه مكملين مع بعض درسنا اللي بيتكلم عن الانتباه، وكنا خدنا الجزء اللي فات عن الانتباه، خدنا يا ترى ايه هو تعريفه وايه هي خصائص الانتباه. تعالوا النهاردة نكمل مع بعض درسنا. صور الانتباه، يا ترى ايه هي اشكال الانتباه؟ تشتت الانتباه، توزيع الانتباه، وتركيز الانتباه. تعالوا نشوف كل حاجة من دول بتتكلم عن ايه. اول حاجة عندي تشتت الانتباه. يعني ايه تشتت انتباه؟ عندما يكون الفرد مشغول في عمل ما كالمذاكرة مثلا، ويتعرض لمثير دخيل كالضوضاء المفاجئة التي تحاول جذب الانتباه والتركيز عليها وابعاده عن العمل الاصلي اللي هو اصلا كان بيعمله. هنا ده يسمى ايه؟ تشتت انتباه. انا لما اكون بعمل حاجة ويجي حد بقى يعمل لي دوشة فجأة، ده حد عايز يخلي يشتت ايه؟ يشتت انتباهي. هنا عندي احتمالين. الاحتمال الأول بيقول إن أنا يا إما هتوقف عن المذاكرة والانتباه إلى المثير الدخيل، وإما الاستمرار في المذاكرة وعدم الاهتمام بالمثير الدخيل كالضوضاء. يعني مثلا أنا قاعد بذاكر في أمان الله وسمعت صوت خناقة كبيرة جدا تحت، وناس بتزعق، وناس 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 وناس، ودوشة كبيرة جدا، تمام؟ كل دول قصدهم إن هما إيه؟ يشتتوا انتباهي. أنا عندي احتمالين، يا إما هتوقف عن المذاكرة وبص بقى واجري على البلكونه اشوف في ايه ويا ترى ايه اللي حصل ومين بيتخانق مع مين، وطبعا كلنا بنعمل كده انا عارفه، الفضول بيقتلنا، يا اما هستمر في المذاكره لان انا عندي امتحان تاني يوم الصبح، وعدم الاهتمام بالمثير الايه الداخلي اللي هي الضوضاء دي. طب يا ترى اي ضوضاء تقدر تاثر عليا؟ الاجابه على السؤال ده في الجزء اللي جاي ده، تاثير الضوضاء. يتوقف تاثير الضوضاء كعامل مشتت للانتباه على 4 عوامل. الضوضاء تقدر تسيطر عليا او تشتت انتباهي بس بشرط 4 عوامل. ايه هما؟ نوع الضوضاء، فالضوضاء المتصلة اقل تأثيرا من الضوضاء المتقطعة. مثال، من الممكن قراءة كتاب اثناء سير القطار. حد يرد عليا، هو القطر ما فيهوش دوشة؟ اكيد في دوشة، ده بيبقى صوته عالي قوي ومزعج جدا. طب يا ترى انت لو عايز تقرا كتاب هتعرف ولا مش هتعرف؟ اه هعرف. ايه السبب ان انت ممكن تقرا كتاب عشان تسلي طريقك؟ طبعا لان الطريق طويل، ان دي ضوضاء متصله. صوت القطر ثابت، لا بيسكت شويه ولا بيشتغل شويه، لا ده هو على طول شغال، تمام؟ دي ضوضاء متصله. لكن بقى لو جنبك حد وانت بتذاكر، عيل صغير عمال يزن كل شويه، كل شويه يعيط، كل شويه يسكت، كل شويه يزعق، كل شويه مش عارف ايه، هتعرف تذاكر؟ لا. ليه؟ لان دي ضوضاء متقطعه. يبقى الضوضاء المتصله اه اوكي ضوضاء، بس تأثيرها اقل من الضوضاء الايه المتقطعة. تاني حاجة نوع العمل، فالاعمال العقلية مثل حل مسائل الرياضيات مثلا اقل او سوري اكثر قابلية للتأثر بالضوضاء من الاعمال الروتينية. يعني انا دلوقتي لو بعمل عمل روتيني قدامي مثلا كراسة العربي، بكتب درس معين او بنقل معاني معينة، غير لما اكون بحل مسائل رياضة محتاجة مني تركيز عالي قوي عشان اقدر اوصل للحل. يبقى نوع العمل بتاعي اذا كان يقدر او يسمح للتاثر بالضوضاء، او الضوضاء ساعتها مش هتاثر عليا زي ما هتاثر عليا وانا بحل مساله مهمه ومش هينفع اسمع اي صوت جنبها لان انا محتاج كل تركيزي فيها. يبقى نوع الضوضاء ونوع الايه ونوع العمل. يتوقف تاثير الضوضاء كعامل مشتت الانتباه، اتفقنا على 4 عوامل. اول حاجه نوع الضوضاء، تاني حاجه نوع العمل، تالت حاجه معايا ادراك الفرد للضوضاء. يعني ادراك الفرد للضوضاء يعني ذلك عندما يدرك الفرد أن الضوضاء شيء ضروري ولا بد منها للقيام بالعمل، فهي بذلك لا تكون مصدرا للإزعاج، مثل ضوضاء آلات المصنع. يعني دلوقتي لو بشتغل في مصنع ينفع أشتغل من غير ما أسمع صوت آلات المصنع؟ لا. يبقى هنا بيدرك الفرد أن الضوضاء شيء ضروري لا بد منها للقيام بالعمل. ما هو لازم، أنا هعمل إيه يعني؟ هقدر أسكت صوت الآلات وأنا بشتغل في المصنع؟ لا، ده شيء ضروري، يبقى خلاص أنا دلوقتي هقتنع بيه أو هسلم بيه وهفضل إيه أشتغل. رابع حاجة دوافع الفرد للعمل. إذا كان دافع الفرد للعمل قويا فهو يستطيع أن يعمل في الضوضاء، ولكن ذلك سيحتاج جهد أكبر فيمكن أن يؤدي إلى الإرهاق وزيادة الأخطاء. دوافع الفرد للعمل، يعني أنا دلوقتي لو في فرح شغال تحت وصوته عالي قوي وأنا عندي امتحان بكرة، يا ترى بقى هسيب المذاكرة وأقول معلش أصل أنا مش عارف أذاكر من دوشة الفرح ولا هعمل إيه؟ لا طبعا غصب عني هقعد اذاكر علشان عندي امتحان بكره، تمام؟ عشان كده بقى الام مثلا لما يجي ابنها يقول لها يا ماما انا مش عارف اذاكر اللي فيه دوشه، تقول له ايه يا ابني؟ اللي عايز يذاكر ايه؟
هيذاكر، اللي عايز يذاكر ايه هيذاكر ليه؟ لان حسب دوافع الفرد للعمل، لو الدافع بتاعك قوي هتقدر تذاكر لو ان شاء الله حتى قاعد فين. لكن طبعا لو دافع الانسان بسيط او قاعد بيذاكر غصب عنه او تأديت واجب، والله لو سمع صوت نملة هيقولك لا انا اصلا مش عارف اذاكر. عشان كده بنقول ان تأثير الضوضاء بتأثر، بس بيتوقف تأثيرها على اربع ايه، على اربع عوامل: نوع الضوضاء ونوع العمل وادراك الفرد للضوضاء، رابع حاجة دوافع الفرد للعمل. صور الانتباه، تاني صورة معانا توزيع الانتباه. توزيع الانتباه يعني ايه؟ يعني قدرة الفرد على القيام باكثر من عمل او الانتباه لاكثر من مثير في وقت واحد. وقد تتطلب بعض المهن ذلك، سواء كانت معقدة كقائد الطائرة أو سواء كانت بسيطة كعامل التليفون. يعني توزيع الانتباه إن أنا أقدر أعمل حاجتين في وقت واحد. أنا دلوقتي بكتب حاجة وبتكلم في التليفون، أنا سايق العربية وبسمع أغنية. هو ده توزيع الانتباه، أعمل حاجة أو أعمل حاجتين في وقت إيه؟ في وقت واحد. هل يمكننا الانتباه لمثيرين في وقت واحد؟ نعم، لكن في الحالات التالية. احنا اتفقنا توزيع الانتباه ان انا انتبه لاكثر من مثير في وقت واحد، لكن بشرط بقى. ايه هي الحاجات او ايه المواقف المعينة او الحالات المعينة اللي انا اقدر فيها انتبه لمثيرين؟ لان ده مش دايما بينفع نعمله. اول حالة معانا الانتباه لمثيرين مألوفين ومتوقعين. الانتباه لمثيرين مألوفين ومتوقعين يعني ايه؟ قيادة السيارة في طريق مألوف والاستماع الى اغنيتك المفضلة. انا دلوقتي بعرف اسوق كويس قوي، بسوق بطريقه اوتوماتيكيه وبسمع اغنيه اوريدي انا اعرفها، هقدر اركز في السواقه واقدر اركز في الاغنيه لان انا عارف الاثنين، الاثنين مألوفين ايه بالنسبه لي، والطريق ده انا بمشي فيه كل يوم فمش جديد بالنسبه لي. يبقى امتى اقدر اركز في مسيرين مع بعض؟ لما يكونوا الاثنين ايه، مألوفين ومتوقعين، لان انا متفاجئتش ان الاغنيه دي اشتغلت، متفاجئتش ان انا هسوق، يبقى متوقع ان انا هسوق وهشغل الاغنيه بتاعتي والاثنين مألوفين ايه بالنسبه لي. الانتباه لمثيرين يرتبطان معا ويتطلبان أداء متكاملا. زي ايه؟ ملاحظة شاشة الكمبيوتر أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح. أظن الاتنين ايه، مرتبطين ببعض جدا. أنا مش هينفع أقعد على الفيس وأقعد كده متلقي وأقعد أتفرج على الصور، لأ ده أنا بعمل ايه، كومنتات. طب ما هو الاتنين ايه، أنا ما هو دول مثيرين مختلفين، أنا بشاهد وبكتب، تمام؟ ما هما عشان الاثنين ايه بقى، يرتبطان معا ويتطلبان اداء متكاملا، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين مش هينفع يكملوا غير بالاثنين دول، غير ان انا بشوف وبكتب. ثالث حالة من حالات الانتباه لمثيرين في وقت واحد، الانتباه لمثيرين احداهما يتطلب استجابة اوتوماتيكية. زي ايه؟ الشخص الذي يقود سيارته ويتحدث الى شخص اخر يجلس بجواره. يا ترى دلوقتي هو انا علشان اتكلم مع حد محتاج ان انا اركز قوي، ولا الكلام ده حاجه اوتوماتيك لازم كلنا بنعملها من غير ما نحس او من غير ما نتعب؟ يبقى هي دي الحاجه الثالثه، الانتباه لمثيرين احداهما يتطلب استجابه ايه، اوتوماتيكيه. اما الحاله الرابعه فالانتباه لمثيرين يمكن التحول من احدهما الى الاخر بسرعه. زي ايه؟ الشخص الذي يتحدث الى اكثر من فرد في وقت واحد. هو انت دلوقتي محتاج مجهود ان انت تقف مع اصحابك وتكلم ده مرة وتكلم ده مرة؟ لا. يبقى الانتباه لمثيرين يمكن التحول من احدهما الى الاخر ايه، الى الاخر بسرعة. ملحوظة، اذا كانت المثيرات غير مألوفة او جديدة فانه من الصعب ان ينتبه اليها الفرد في نفس الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا اتفقنا في اول حالة ان المثيرين لازم يكونوا مألوفين؟ يعني انا ماشي في طريق مألوف وبسمع اغنيه انا عارفها، تمام. طب تعالوا كده بقى، في شريط جديد نزل وانا اول مره اسمعه وماشي عادي سايق العربيه بتاعتي، يا ترى هقدر افهم الاغنيه بتتكلم عن ايه من اول مره؟ لا. ليه؟ لانها غير مألوفة. طب العكس، لو انا مشغل اغنيه انا عارفها وحافظها بس ماشي في طريق جديد عليا اول مره اعرفه، رايح مشوار انا مش عارف الطريق، يا ترى هبقى عارف اركز في الطريق وانا مركز في الاغنيه، ولا لازم ابقى مركز قوي في الطريق لدرجه ان انا هنسى ايه شغال اصلا؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. لو المثيرات غير مألوفه او جديده فانه من الصعب ان ينتبه اليها الفرد في نفس الوقت. تعالوا بقى نشوف ثالث صوره من صور الانتباه اللي هو تركيز الانتباه.
يعني ايه تركيز الانتباه؟ يعني انتباه الفرد الى مثير دون غيره عند التعرض لمثيرين في وقت واحد، ده عكس ايه توزيع الانتباه، ان انا قلت هركز المثيرين في وقت واحد، اما تركيز الانتباه فانا هنتبه لمثير واحد فقط لما اجي اتعرض لاكثر من مثير او لمثيرين في وقت واحد. يا ترى ايه بقى العوامل المؤثرة في تركيز الانتباه؟ انا قلت تركيز الانتباه ان انا اركز على مثير معين دون المثيرات الاخرى، تمام، لكن يا ترى ايه هي العوامل بقى اللي هتأثر في تركيز انتباهي؟ في عوامل موضوعية. يعني ايه عوامل موضوعية؟ يعني عوامل، انا دلوقتي انا الشخص اللي هنتبه لمثير معين، صح؟ طيب يبقى في عوامل هتخص المثير ده اللي هي العوامل الموضوعية، وفي عوامل هتخص الشخص اللي بينتبه. يبقى عوامل موضوعية بتتعلق بالمثير، وعوامل داخلية ذاتية تتعلق بالشخص المنتبه، هي دي اللي هتأثر في تركيز انتباهي. طيب العوامل الموضوعية، أول حاجة طبيعة المثير. يا ترى طبيعة المثير دي إيه؟ تغير المثير، موضع المثير، حركة المثير، وشدة المثير. يبقى 5 حاجات، 5 عوامل تتعلق بالمثير: طبيعته، موضعه، شدته، حركته، تغيره. أما العوامل اللي بتتعلق بالشخص المنتبه فهم 4: الدافع، التوقع، التعود، الراحة، والتعب. طبعا احنا كده خدناهم مسميات، تعالوا نشوف كل عامل من العوامل دي. العوامل الخارجية، أول حاجة قلناها طبيعة المثير. الأغنية أكثر إثارة من الكلام العادي، وصورة الإنسان أكثر جذبا من الشيء الجامد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو طبيعة المثير اللي قدامي اكثر جذبا ليا انا هنتبه له اكتر، صح؟ يعني انا دلوقتي لو انا مدرسة بشرح لك في الدرس في المدرسة، تمام؟ اوكي، انا دلوقتي لو شرحت الدرس بطريقة عادية، ولا لما غنته لك بطريقة معينة، النشيد لما كنا بناخده في ابتدائي والمدرس او الميس بتاعتنا تغنه لنا بطريقة، مش ده كان بيخليني اركز اكتر؟ اه، يبقى هنا عامل من عوامل تركيز الانتباه، عامل من العوامل اللي هتخلي تركيزي يزيد طبيعة المثير. بنقول ان طبيعة المثير بتبقى اكثر جذبا امتى، او بتخليني اركز اكتر امتى؟ لو اغنية، لانها اكثر اثارة من الكلام العادي، او صورة شخص معين. انا لما اكون بكلمك عن فيلسوف او عن عالم واقعد اكلمك واقول لك عنه 1 2 3، غير لما اجيب لك صورته، هنا ايه؟ هتنجذب اكتر، هنا هتركز ايه اكتر، يبقى طبيعة المثير. تغير المثير، المثير المتغير أكثر جذبا للانتباه من المثير المتكرر. مثال: تغيير المحاضر لنبرة صوته أثناء إلقاء المحاضرة. أنا دلوقتي لما يكون عندي حصة وعمال أتكلم بنبرة صوت واحدة طول الوقت، أنت ممكن تتوه مني، ممكن تسرح، لكن لما شوية أعلي صوتي شوية أوطيه، أنت كده هتبدأ إيه؟ هتركز أكتر أو هتنتبه أكتر. يا ترى الصوت عالي ليه؟ يا ترى الصوت واطي ليه؟ زي ما يكون أنت مثلا واقف مع أصحابك بتتكلموا في موضوع، وفجأة حد يوطي صوته، تعالى أقول لكم على حاجة، هتنتبه أكتر أو مش هتنتبه؟ هي دي الفكرة. تغير المثير لما بيتغير بيبقى أكثر جذبا لإيه؟ للانتباه من المثير المتكرر. حركة المثير، المثير المتحرك أكثر لفتا للانتباه من المثير الثابت. زي إيه؟ المثير المتحرك، عارف انت لما تكون معدي على شركة ولاقي الإعلان بتاعها أو اليافطة بتاعتها عبارة عن كلام عمال يتحرك بألوان كده بالليل، ده بيلفت انتباهك أكتر من اليافطة العادية أوريدي منورة مش بتتحرك عادي، مش تلفت انتباهك في حاجة، لكن لما يكون في حاجة عمالة تتحرك رايحة جاية رايحة جاية بتنور، هنا إيه؟ هتلفت انتباهك إيه أكتر، يبقى تغير حركة المثير أو تحريك إيه؟ المثير. موضع المثير، عارفين احنا الجرايد لما بنجيبها ونلاقي حاجه في الصفحه الاولى كده كبيره ومنوره تلفت انتباهي اكتر طبعا من الصفحه اللي جوه، عشان كده بنقول الصفحتين الاولى والاخيره في الصحف اليوميه اكثر جذبا للانتباه من الصفحات الداخليه، وكذلك الاعلان امام العيان مباشره اكثر جذبا من الاعلان المرتفع او المنخفض جدا. يعني ايه؟ عارفين انتوا لما بتمشوا في طرق مش بتلاقي عواميد كده متعلق عليها يفط دعايه فوق قوي؟ طبعا دي بتجذب انتباهك اكتر من الحاجات اللي بتبقى في مستوى نظرك او في مستوى عينيك. طبعا اللي سهله بالنسبه لك اللي هي في مستوى عينيك بتبقى اكثر جذبا ليك من انت تقعد ترفع دماغك عشان تشوف اليافطه اللي فوق العمود دي بتتكلم عن ايه. عشان كده بقول موضع مثير مهم جدا. كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي عوامل موضوعيه بتجذب
الانتباه او بتعمل انها تركز انتباهك اكتر، وكل العوامل دي بيستخدمها اكتر اللي هما بتوع الدعاية. شدة المثير، بنقول ان المثير القوي بيلفت الانتباه اكثر من المثير الضعيف، بشرط ان هو ما يوصلش للعتبة القصوى. فاكرين العتبة القصوى لما حد يجي جنب ودانك ويقول لك توت هتقدر تسمعه؟ طبعا لا. يبقى بنقول المثير القوي لابد ان هو بيلفت الانتباه اكتر من المثير الضعيف. انا لما اكون بكلمك بصوت عالي ومحاضرة وعالي صوتي واصل لك، غير لما تكون قاعد في اخر بنج خالص مش سامعني، طبعا تركيزك هيبقى اضعف بكتير من اللي قاعد في البنج الاولاني. يبقى بنقول المثير القوي بيلفت الانتباه اكثر من المثير الضعيف، بس بشرط ان هو ما يوصلش للعتبه الايه القصوى. يبقى هي دي العوامل الخارجيه لتركيز الانتباه. ازاي اقدر اجذب انتباهك؟ يبقى بالنسبه للمثير اللي انا بعمله، العوامل الخارجيه ليه هعمل ايه؟ لازم التزم بالخمس عوامل دول. لازم خلي بالي من طبيعه المثير، لازم اغيره، لازم احركه، لازم موضع المثير يبقى مهم بالنسبه لي زي ما قلنا الصفحه الاولى والاخيره في الجرايد. لازم شده المثير، لازم اخد بالي من شده المثير. طب تعالوا نشوف العوامل الداخليه بقى. العوامل الداخليه اللي قلنا هي تخص المثير ولا تخص الشخص المنتبه؟ لا، الشخص المنتبه. اول حاجه الدوافع. الدوافع اللي هي الميول والحاجات والرغبات بتلعب دور في توجيه انتباه الشخص. مثل اكثر ما يجذب انتباه العروس هو فساتين الزفاف. واحده تتجوز فتلاقي ان عينيها كلها راحه في الفترينات على فساتين الزفاف، او واحده عايزه تخس مش هيلفت انتباهها اي اعلان وهي بتتفرج على التلفزيون غير الاعلانات اللي هي بتتكلم عن ايه، حزام التخسيس، برشام التخسيس، مش عارف ايه وايه وايه، اي حاجه تخص التخسيس هتلاقيها بتركز ايه عليها اكتر. هو ده الدوافع والميول، الواحد بيروح للحاجه اللي هو بيدور عليها، يبقى ده هيخليك تركز انتباهك اكتر. تاني حاجة التعود. المقصود به هو التعود على نوعية معينة من المثيرات. مثل الشخص المصري ينتبه عند سماع جملة باللغة العربية في فيلم أجنبي. أنا دلوقتي بتفرج على فيلم أجنبي، هيلفت انتباهي اللغة العربية أو الجملة اللي هتقال باللغة العربية لو موجودة في الفيلم اللي أنا بتفرج عليه. يبقى التعود، تعود على نوعية معينة من المثيرات. التوقع، مثل الشخص الذي ينتظر صديقه ينتبه الى صوت الخطوات على السلم. انا دلوقتي قاعد في البيت ومستني حد، اول ما اسمع صوت على السلم خلاص هحس ان هو جه، مع ان لو قاعد في البيت ومليون حد طلع على السلم من عمري يبقى هركز، لكن طالما انا مستني حد هسمع اي صوت طالع على السلم. العامل الرابع من العوامل الذاتيه اللي تخص الشخص المنتبه، الراحه والتعب. طبيعي جدا ان انت في الحصه الاولى بتبقى منتبه اكتر بكتير قوي من الحصه الثامنه ولا التاسعه ولا اخر حصه. عشان كده بنقول ان يكون الشخص اكثر انتباها اذا نال قسطا من الراحة، ويكون اقل انتباها اذا تعرض لحالات من التعب والارهاق. يبقى كل اللي خدناه بيخص الانتباه، اتفقنا ان الانتباه هو العملية المعرفية التي يتم من خلالها انتقاء مثير من عدة مثيرات او منبهات التي تقع على السطح الحاسي للانسان، وهي اشبه ما تكون بالفلتر او المصفاة. بعد كده خدنا خصائص الانتباه، اتفقنا ان هو عملية انتقائية وعملية إدراكية وللانتباه مدى. صور الانتباه، خدنا تشتت الانتباه وتوزيع الانتباه وتركيز الانتباه. حدد الصواب والخطأ فيما يأتي. الانتباه عملية إدراكية متأخرة، يستطيع الفرد أن ينتج في الضوضاء مثلما ينتج في الهدوء. ما المقصود بكل من الانتباه، مدى الانتباه، توزيع الانتباه؟ أجب عن الآتي: أكدت الأبحاث قدرة الفرد على القيام بعدة أعمال في وقت واحد، دلل على ذلك بالأمثلة. برهن بثلاثة أدلة أن الفرد يستطيع القيام بعدة أعمال في وقت. وبكده نبقى خلصنا درسنا اللي بيتكلم على الانتباه، وإلى اللقاء مع الدرس القادم اللي هيتكلم إن شاء الله عن الإدراك مع موقع نفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.